يعطيكم العافية مرة ثانية. طيب يعطيك نحن العافية. أوكي. بعد في عنا نقطة صغيرة بالنسبة للتضخم، إنه يلي هي فائدة من فوائد التضخم. أوكي. تعرفوا أنتم إنه الأسعار دائما كلياتها نتيجة العرض والطلب بتطلع وبتنزل. بس إذا أنا باخد الأجور، طيب إذا انخفض الطلب على العمال، انخفض الطلب على اليد العاملة، مفروض تنزل الأجور. أو إذا ازداد العرض مثلا مفروض تنزل الأجور. بس ولكن نحن بنشوف إنه عادة وعمرنا ما سمعنا إنه نزل المعاشات. يعني على طول عند العامل إنه المعاش لازم يطلع مش لازم ينزل. طيب بس ولكن نتيجة تقلبات السوق، تغير ظروف العرض والطلب، المفروض يتأرجح المعاش، يعني ينزل. طيب كيف بده ينزل المعاش؟ يعني خلينا نحكي نحن نعمل شير هون شوي. هو ما بينزل، بتقل قيمته مثل هلا. بالضبط. بيجي يعني بيجي هون مثلا، هذا الطلب على العمل، طلب على العمال مش على الشغل، طلب على العمال، demand for labor، يعني هذه الشركات بتطلب، وهون الأفراد، الأفراد لأنه هن اللي عفوا supply of labor. بالتالي هون لو قلنا هون دخل التوازن wage يعني المعاش. طيب هلا بالظروف اللي نحن فيها، المؤسسات ما بدها عمال، ما بدها موظفين، بالتالي بخف الطلب على اليد العاملة هون، المفروض تنزل الأجور دي برايم ال، المفروض الأجر يصير تحت W، وآخر نقول هون W1 بعد ما كان بالأول W0. أوكي. طيب بس ولكن ما بتنزل، ما حدا بينزل الأجور، ما بعمرنا ما سمعنا عن مؤسسة بتنزل الأجور. طيب من فوائد التضخم، من فوائد التضخم بيجي شوفوا كيف، أنا بقول له لواحد بدي أنزل لك معاشك 3%، بيقول لي كيف ولا وما بقبل، ومعقول العالم عم بتزيد المعاشات وأنت بدك تنقص لي معاشي؟ بقول له طيب ما بدك ما بدك. طيب بس ولكن افترضوا انه تكاليف المعيشة، تكاليف المعيشة ارتفعت ب 5%، مش بقول له انا بدي زد لك معاش زيادة راتب، رح ادفع لك زيادة راتب 2%، شو بيكون؟ ما المعيشة زادت 5% وانا زدت له الراتب بتاعه ب 2%، بتكون انخفاض في الدخل الحقيقي، في الدخل الحقيقي تقريبا بنسبة 3%. بيكون هو مبسوط بهذه الحالة، لأنه أخذ زيادة راتب 2%، بينما هي تكاليف المعيشة زادت ب 5%. بالتالي هون شو اللي صار؟ كأنه صار في عندي adjustment هون، كأنه ضبط الدخل، رجعت على التوازن لهون. هذه الفائدة الوحيدة للتضخم، إنه عم بيخلي الأسعار يلي ما عم بتكون نقدر نحركها، أوكي، عم بيخليها تتحرك ولو بشكل ضمني. واضحة والله كيف؟ واضحة دكتور. فإذا نحن حكينا عن تكاليف التضخم الغير متوقعة وتكاليف التضخم المتوقع. دكتور. نعم. يعني أنت تقصد فيها إنه صح هو زاد 2% هو بكل الأحوال خسران، ومش يعني ما حس على هيدي الخسارة. صحيح صحيح. ما أنا قلت له إيه. بالأول، قلت له أنت بدي نزل، خليك معي شوي، قلت له أنا بدنا ننزل معاش 3%، أنا ما عم توفي معي على هالقد،
بدي انزل لك معاشك 3%. بيقول لي لا ما بقبل. طيب بقول له طيب اوكي صلي على النبي. يعني هون كانه هذا شيء نفسي انه بلا ما زد بنقص لك، بلا ما نقص لك بزد، بس هو ناقص بالاحوال. ايه مزبوط مزبوط. طيب هلا برا ببلاد بكندا باوروبا بامريكا ما بتصير هذه، ما بتصير لانه في نقابات بتطالب، ما بيعملوها لهي. طيب خلصنا من هذا، رح اروح هلا على القسم الجديد، يمكن اخر قسم عندنا بهذا الفصل اللي هو القسم السابع الهايبر انفليشن، 7 التضخم الجامح. هايبر انفليشن. نحن ما بعرف يمكن حكينا عنه هذا بالتحليل النقدي، قلنا بيكون في عندي تضخم جامح لما يكون نسبة التضخم 50% شهريا وما فوق. نحن تقريبا في لبنان بعد ما وصلنا لهي، ما بعرف اذا بمرحله معينه وصلنا، بس ما لا اتوقع انه كنا وصلنا لهي. هذا بسميه التضخم الجامح. هلا طبعا التضخم الجامح كارثي يعني، بصير الواحد اذا المصاري بين ايديه بصير كانه عم يحرقوا له ايديه. ليه؟ لانه بيكون كل دقيقة وكل نهار عم تنزل قيمة الفلوس، كل دقيقة وكل نهار عم تنزل قيمة الفلوس. يعني تصور إذا أنا قبضت معاشي أول شهر 1,000,000 ليرة، آخر شهر بتصير بيسوى كأنه قبضت 500,000 ليرة. على هيك لما يصير في عنا تضخم جامح بتلاقوا العالم كلياتها مجرد ما تقبض المعاش تعوله دغري بتروح تصرفه، دغري بتروح تصرفوا، بيجيبوا مونت الشهر كلياتها، لانه عارفين انه اذا ما اشتروا اليوم بكره بيكون اغلى وبكره بيكون اغلى، تقريبا مثل اللي عم بيصير هلا. هلا نحن عندنا نسبه تضخم عاليه بلبنان هلا، بس ولكن بعد ما وصلنا ل 50%. هلا ليه بيصير في عندي تضخم جامح؟ السبب هو السياسه الماليه مش السياسه النقديه. السبب الأساسي هو السياسة المالية. شو المقصود بالسياسة المالية؟ يعني عم نحكي سياسة الإنفاق أوكي. السياسة الـ شو اسمه الجيبية الضرائب والإنفاق. طيب نحن عنا بلبنان ما أنتم شايفين يعني الأزمة، خلينا نحكي بشكل مبسط كيف صارت. على كل سنة في عنا عجز حكومي، كل سنة في عنا عجز حكومي، كل سنة في عنا عجز حكومي. طيب لما كل سنة في عنا عجز حكومي معناته الدين عنا عم بيزيد، دين عم بيزيد، وصل بالأخير وصل بحدود الدين العام، وصل لحدود 80 مليار دولار. طيب 80 مليار دولار الدولة عم بتزيد عم تتدين، وصلنا ل 80 مليار دولار. كيف تدين الدولة؟ بتصدر سندات وبتتدين. إجا الاستحقاق تاع آذار 2020، الدولة قالت أنا ما أقدر، ما في معنا دولارات لنسكر. لما الدولة قالت نحن ما في معنا دولارات لنسكر، معناتها هلا شو بده يصير؟ مين بده يرجع يدين الدولة؟ ما حدا بيرجع بيدينها للدولة، لأنه ما عادت موقع ثقة. بالتالي طيب ما الدولة كل سنة في عندها عجز ما عم بتلحق، شو بدها تعمل ساعتها؟ بتقوم تطبع نقود لتدفع معاشات لتسكر كل شيء في عليها، تطبع نقود. لما تطبع نقود، وهون انتبهوا، تطبع النقود بتنزل قيمة العملة، بتصير الدولة أفقر. صار في عندي شغلتين هلا هون. أول شيء مجرد ما يصير في تضخم، تضخم مرتفع اللي عم يصير بلبنان، بصير البزنس ما بيعود ينتج مثل الأول، لأنه بيكون في كتير ريسك، في كتير مخاطرات.
يعني خذوا مثلا ابسط الامور، طب انا بدي اشتري مواد اوليه من برا، طب بدي اجيب المواد الاوليه من برا، هل اذا انتجت هلا هون رح اقدر بيعهم لهول السلع اللي بدي انتجهم؟ اني ما عارف البلد كيف رايح ولا وين رايح. طب اذا انا في عندي فلوس وبدي افتح بزنس، بفتح بزنس والله ما بفتح، لا بطل افتح بزنس لانه ما عارف البلد وين رايح، نتيجه عدم الاستقرار. بالتالي حجم الاعمال بده ينزل، حجم الاعمال بده ينزل. واحد مثلا هون في عندي انخفاض في النمو والحركه الاقتصاديه، بالتالي لما انخفاض الارباح وبالتالي الدوله ساعتها ما بيعد يجيها ضرائب مثل الاول، انخفاض الضرائب، هذا اول سبب. ماشي الحال؟ شوف شو عم بيصير هلا. فاذا صرنا بمرحله انه الدوله تخلفت عن الدفع لانه صار في عندها عجز كبير، لانه بطل تقدر تسد، صارت تطبع فلوس. لما صارت عم تطبع فلوس صار في عندها انخفاض بالنمو والحركه الاقتصاديه، صار في عندها انخفاض بالارباح، وبالتالي انخفضت عائدات الحكومه يعني اللي كانت عم تهرب منه رجعت وقعت فيه. هذا واحد. اثنين، الضريبه تحصل بعد اشهر من الارباح. شو يعني؟ اذا انا بشي هلا نصري حرب، انا بدفع ضريبه للحكومه، أني هلأ اليوم بسنة أني بنيسان 2021 بعمل حساباتي، يعني عم بحكي واقع، هذا اللي بيصير. بيجي هلأ بعمل حساباتي أني قديش قابض السنة الماضية بالألفين بالألفين وعشرين، قول مثلاً عامل أنا حسابي قابض 50 مليون ليرة فرضاً. طيب بدي شيل منه التنزيلات الضريبية اللي قلنا عنهم قبل شوي يلي هني ناقص 11 مليون، بيطلع عندي 39 مليون ليرة. أنا بدي أفرض لنقول تقريبا هول بيطلع عليهم ضريبة 3 مليون. أوكي. طب بس هذا المعاش وهذا الراتب أنا أيمتى أخذه؟ بسنة 2020. يعني تقريبا كان سعر الدولار فرضا، كان سعر الدولار 1 دولار بيساوي 5000 ليرة. يعني معناتها أنه هول 3 مليون، 3 مليون قسمي 5000، 3 مليون قسمي 5000، يعني تقريبا كان في علي 600 دولار. طيب بس ولكن بما أنه ضريبة تحصل بعد أشهر، يعني أنا هلأ بنيسان بدي أدفع ضريبة عن سنة 2020 وبدي أدفع 3 مليون، بس هلأ قديش 3 مليون؟ الواحد دولار بيساوي 12,000 ليرة. معناتها أنا بدي أدفع هلأ 3 مليون قسمي 12,000، بدي أدفع بس 250 دولار. معناتها العائد الحقيقي للضريبة عم ينزل، العائد الحقيقي للضريبة عم ينزل، لأنه ما تنسوا الدولة عم تحصل ضرائب بالليرة بس بدها تشتري أشياء بالدولار. يعني لما بدها تشتري ثياب للجيش، ثياب للجيش بالدولار، لما بدها تشتري دجاج مشان تطعم الجيش، ما هذا كله عم يطلع سعره، لما تشتري بطاطا لطعم الجيش كمان كله عم يطلع سعره. هي شو بعد عم تاخد؟ عم تاخد 3 مليون ليرة. بالتالي شو صار في عندي؟ صار في عندي نتيجة أنه الدولة عم تطبع فلوس عم بيزيد العجز تاعولها. كان بالأول هون عم يجيها 600 دولار ما قيمته 600 دولار، أوكي، صار عم يجيها ما قيمته 250 دولار. شو صار بالواردات الحكومية؟ بحقيقة نزلت. لما نزلت الواردات الحكومية معناتها شو صار بالعجز؟ رجع زاد. شو بدأ تعمل الدولة لتمول العجز؟ ترجع تطبع فلوس. لما تطبع فلوس شو بيصير بالحركة الاقتصادية؟ بدها تصير أبطأ. شو بيصير بالضريبة اللي بدنا نحصلها؟ بدها تصير أسوأ،
وفتنا بسايكل ما بنعود نخلص منه، نوصل ساعتها للهايبر انفليشن. واضح؟ انا عم سجل والله عم سجل مش ايه دكتور واضح. طيب هلا هذا اللي كان عم يحكي عنه نصر الله بالاول، انه طيب نحن كيف بدنا نخلص بهذا الموضوع، كيف بدنا نحله هذا هذه القصه. مثل ما شايفين انه القصه هي اصلا هي قصه سياسه ماليه. هلا نحن صحيح انه يعني اللي عم نشوفه نحن عم نشوف هو انخفاض بقيمه النقد، بس اصل المشكل هو اصله سياسه ماليه. يعني هلا نحن ما مش مع رياض سلامي، مش انه رياض سلامي بريء، لا رياض سلامي مانوش بريء ابدا، بس ولكن السوسه الاساسيه هي الحكومه اللبنانيه، هي سياسه الحكومه اللبنانيه يلي هي من يلي هي لا تتحمل اي مسؤوليه. يعني مستعدين يغيروا القوانين كلياتها بس منشان يتهربوا من الضرائب، مستعدين ينهبوا البلد كلها بس منشان ما تتأذى مصالحهم. اوكي ما بدي فوت بالسياسة هلا لأنه في ناس تزعل، بس ولكن مثل ما شايفين أنتم لما كل اللي حكينا عنه بقصة تكاليف التضخم كلها بتصير هون، بس كمان بتصير مضخم. يعني خذوا مثلا سوبر ماركت، مرة قريت عنا سوبر ماركت معينة كانت عم تقول أنه بوقت التضخم الجامح بالبرازيل يمكن أو بألمانيا أنه 50% من العمال عم يقضوا كل وقتهم عم يغيروا أسعار. طب هذه تكاليف هائلة على الشركة، معناتها هون أرباح المؤسسة بدها تنزل. شو اسمه relative price، أنتوا هلأ إذا بتشوفوا حدا بتروح على سوبر ماركت تلاقوا السعر بمحشي، وبتروح على سوبر ماركت تلاقوا السعر شيء تاني، بذات الوقت تروح على اثنيناتهم بتلاقي ومثل ما شايفين أنتوا العوائد الضريبية كلها عم تنزل. أما إذا بدي يدين حدا ما عاد حدا يدين حدا أصلا، هلأ ما حدا يدين حدا بالليرة. إذا حدا بده يدين حدا هلأ بيقول له بدي يدينك ألف شو اسمه مليون ليرة، بيقول له حبيب ما تحكيني بالليرة حكيني بالدولار، ما بتضمن بكرة شو بصير بقيمة الليرة. لا بيحمل آلة حاسبة كمان دكتور، بس بده يحكي على الفرق. لا لكم حقهم، يعني العالم كل واحد ما بالنهاية تعبه ما بده يخسره. طيب شو بده يعمل، شو الحل؟ يعني مثل عم يقول نصر الله، طيب شو الحل بالنهاية؟ الحل انه يموتوا كلهم. لا الحل هو انه سياسة مالية صارمة، بدنا ناخذ بدنا نغير طريقة السياسة المالية تاعتنا، ما بيمشي الحال غير هيك. يعني طب انت من وجهة نظرك دكتور، طب اذا غيرنا بالسياسة المالية وصرنا مثل العالم الوردي وخلص مش الحال وسياسة نقدية رائعة صارت، حتى بهالحالة ما راح تنحل القصة دكتور، لأنه يعني عنا دين متخلفين عنه، إعادة هيكلة ما عملوا، يعني في مراحل سبقتنا بمراحل القصص ونحن بعد ما فينا عم نطلع إيش صار، عرفت علي كيف دكتور؟ فما بعرف إذا بتصلح هالأمور. إن شاء الله خير. طبعاً نصر الله، نحن لما عم نقول سياسة مالية بدها تكون سياسة مالية يعني تستتبع إرادة سياسية، يعني إذا ما في إرادة سياسية للإصلاح لا ما بيصلح البلد، لا أكيد ما بيتصلح. ممكن يترقع ترقيع، ممكن بيترقع ترقيع، وممكن مثلا ليك شو ممكن يصير، ممكن أنه نروح يعملوا مؤتمر أنه يجيبوا مثلا قروض جديدة تدعم الاقتصاد اللبناني. هذه كل شيء بتعمله هذه بس بتأجل المشكل. إذا جبنا قروض، إذا ما صار في إصلاح سياسي داخلي ما بيصلح البلد. القروض بدأ تنازلات سياسية كمان، يعني على جهتين في تنازل سياسي بده يصير. هلا والشباب مش مستعدين يتنازلوا يعني. هلا نحن مثلاً على طول نسمع هلا بالأخبار على طول بيحطوا انه ما بدنا نروح على صندوق النقد وما نروح على صندوق النقد. انا بقول شخصيا ما في مانع الواحد يروح على صندوق النقد وياخذ قروض من صندوق النقد، بس ولكن لما بدك تاخذ انت قرض من صندوق النقد بدك تعرف تفاوض عليه، بدك انت يكون في عندك فريق مفاوض ويكون مدعوم من الحكومه، وهذا اللي نحن للاسف ما عندنا اياه.
مش كل قروض صناديق النقد صندوق النقد سيئة، لا يعني حتى الأبحاث بتقول لك لا، إنه ما في شيء كونكلوسيف، إنه ما في شيء بيقول لك 100% قروض صندوق النقد سيئة، ولا في شيء بيقول لك 100% قروض صندوق النقد صالحة، لا ما في شيء، في ما بين بين. بالتالي كثير بيلعبوا على قصة أنت بدك تعرف تفاوض على القروض تاعتك. هلا عندنا بلبنان شيء مؤسف، إنه يعني أصلاً الحكومة والمستشارين اللي عندهم والاقتصاديين اللي عندهم، ما هو كلهم موصفينهم على أساس أنا بعرفك تعال اشتغل معي، لا ما بيوصفوا حدا على أساس المؤهلات تاعته، بيوصفوا حدا على أساس المرجعية تاعته، من هي مرجعيتك السياسية؟ قبائل، يلا قبائل. ايه بالضبط. يعني هلا كمان شو اللي بضحك دكتور، انه مثلا نحن اقتصادنا انهار اوريدي، ويعني بعد رح ينهار اكثر، نحن بعدنا بالبدايه الانهيار يعني، وهذا اللي عم بقراه وهيك بدل يعني هيك فهمني، بس يعني ولا كانه صاير شيء، وعم بيشتغلوا عادي سياسي، وعم بخططوا لمستقبلهم السياسي ولرئاسه الجمهوريه وللانتخابات الجايه، ولا كانه في بلد عم ينهار. الحمد لله. صحيح. على كل حال، هو يعني نرجع نقول انه المطلوب هو اراده سياسيه للحل، واللي هي لحديت هلا يبدو انه ما مبينه. شيء مؤسف جدا، على كل حال ما بتبين، ما بضلنا بالعجز كل عمرنا، ان شاء الله بتنحل يعني، لربما ما حدا بيعرف انه شو بيصير. ان شاء الله شو بنزعل، ان شاء الله انتم بتصيروا من القيادات وبتحلوا لنا هالمساله هذه. اهم شيء بس بدي اسالك سؤال. نعم تفضل. عندك انخفاض في النمو والحركه الاقتصاديه، هي بسبب الزياده في طباعه النقود؟ بسبب عدم شو بدي اقول لك، ما بعرف شو بالعربي بيقولوا له، بالانسرتيتود، انسرتيتي، بسبب انه ما حدا عارف لو وين رايحين. اوكي بعد قال بضريبة التي تحصل أشهر من الأربعين، أنت بتقصد إنه الدولة تحصل مبلغ معين بالدولار، إنه تديري بالدولار، وهلأ أخذ إنه نفس المبلغ باللبناني، فهون قل الضرائب متى؟ أرجع عيدة شو قلتي؟ بقصد بضريبة تحصل بعد أشهر من الأرباح اللي كنت كاتبها رقم. نعم. إيه هون انت قصدك فيها انه من قبل كانوا مثلا يحصوا 600 دولار، هلا صارت قيمتهم 250، يعني هون بتقصد فيها انه الضرائب صارت قيمتها اقل، والدوله هون صارت مثل كانه خسرانه. لحظه، انا اللي قلت هيك قصدك فيها لهي الفكره؟ خليك معي، انا اللي قلت انه انا المفروض 3 مليون عن ارباح سنه 2020، بس ولكن 3 مليون ايمتى دفعتهم انا للحكومه؟ ده ارباح 2020، بس دفعتهم انا استحقاق بال 2021، بس 3 مليون دفعتهم هون، بس ولكن قيمتهم ما عادت مثل الاول، هذا اللي قصدي. اوكي مش الحال. اوكي نزلت قيمتهم. طيب الخاتمة الثنائية الكلاسيكية، هذه شو اسمه، بس بدل تكون واضحة عندكم، نحن في عنا متغيرات صرنا عارفينهم، صرنا كتير اشتغلنا عليهم بهذا الفصل والفصل الماضي، صار في عندي لأنه فايتين نحن على شيء جديد هلا بالفصل اللي جاي، فايتين على متغيرات حقيقية، قصدي حكينا عن متغيرات حقيقية وهي تقاس تقاس بالسلع، مثل صفرنا أن إجمالي الناتج المحلي، المحلي الحقيقي اللي هو الواي،
وحكينا عن الأجر الحقيقي، الأجر الحقيقي اللي هو W على P، وحكينا عن العائد الحقيقي لرأس المال. هالمتغيرات الحقيقة تقاس بالسلع، مش هيك؟ تذكروا قلنا مثلا، قلنا انه اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعني كم كرسي، كم كيلو لحم يعني عم بنتج، او كم سلة غذائية عم بنتج. ايه دكتور ماتي، في عندي المتغيرات الاسمية، المتغيرات الاسمية مقابل كل وحدة من هول، في عندي متغير اسمي تقاس بالنقود، الناتج المحلي أو إجمالي الناتج المحلي، إجمالي الناتج المحلي الإسمي. عندي الأجر الإسمي يعني أو الأجر النقدي، وعندي العائد الإسمي لرأس المال، أو هو ذاته سعر الفائدة الإسمية. طبعاً هون إجمالي الناتج المحلي بيتقيس بالليرة اللبنانية، الأجر النقدي كمان مثل هلأ. أوكي، يعني هلأ مثلاً بتقول له الواحد قديش أنت أجرك النقدي، بيقول لي والله مليون ليرة، الأف مليون يا لطيف، بس تعقيسه على الدولار. أوكي، أو شو بيشتري هذا الأجر النقدي؟ هذا الأجر النقدي صار أنا جاي أشتري هلأ 10 كيلو لحم، ما بعرف إذا بيشتري 10 كيلو لحم. العائد الإسمي لرأس المال كمان هذا بنقيسه بس بالنسبة المئوية بس، ولكن هذا يحسب تقريبا على لأنه يتضمن التضخم. وهيك أنا بكون خلصت بس. وهون في شغل، في شغلة كتير أساسية هون، الثنائية الكلاسيكية. أنتم بتتذكروا لما كنا عم نحكي، بلشنا بهذا الفصل والفصل اللي قبله، كنا نقول إنه بالنسبة لهول ولهول ولهول اللي بيأثر عليهم هو حجم رأس المال وحجم العمل والتكنولوجيا. أوكي، بينما النقود، النقود أم بتأثر على هول كليتهم. يعني إذا بدكم أنا بقول الناتج الإسمي، الناتج الإسمي إحنا قلنا بيساوي P ضرب Y، هذا هذا الأسعار، وهون الناتج الحقيقي. إذا تغير السعر، إذا تغيرت الأسعار أو تغيرت كتلة النقود بتأثر على البرايس، ولكن ما بتأثر على الناتج المحلي الحقيقي. شو اللي بيأثر على الناتج المحلي الحقيقي؟ K و L والتكنولوجيا. عبارة تانية، وهون هون الخلاصة كلياتها، ليس للنقود تأثير على المتغيرات الحقيقية. هذه الخلاصة. يعني الأجر الحقيقي للعمال لا يتأثر بالنقود، الناتج المحلي الحقيقي لا يتأثر بالنقود، ودخل رأس المال لا يتأثر بالنقود، وهذا اللي نحن بنسميه money neutrality. Neutralité de la monnaie. Neutralité de la monnaie. Okay. يعني la monnaie est neutre. Money is neutral. ما مثل ماي، ما إلى طعم، ما بتأثر، لا بتقدم ولا بتأخر. وهيك أنا بكون خلصت هذا الفصل. في حدا عندك؟ يعطيك العافية. الله كيف يعني. دكتور؟ لا بتقدم ولا بتأخر؟ إيه، ما بتقدم ولا بتأخر، لأنه ما بتأثر على المتغيرات الحقيقية.
يعني الدخل الحقيقي، الإنتاج الحقيقي، الأجر الحقيقي، والعائد على رأس المال الحقيقي ما بيتأثروا بالكتلة النقدية، بالسياسة النقدية. اوكي ماشي. واضح؟ طيب واضح دكتور. بس أنا مستغرب ما حدا سألني سؤال، أنا ناطر منكم تسألوني سؤال. بالحال دكتور شو كنت آخر شيء عم تقرأ عند الإنترنت؟ عم أقول هون اللي مكتوبين هون إنه ليس للنقود تأثير على المتغيرات الحقيقية، لا يوجد تأثير. السؤال. بس خليني لحظة. السؤال العكس، العكس قصدك هو السؤال معك، إنه نسألك عن العكس، طب هيدوليك بأثروا على المتغيرات الإسمية؟ لا لا مش هذا السؤال اللي عم دور عليه. طب دكتور في أسأل؟ ما بعرف إذا صح سؤالي، بدي أسأل. هلا نحن هدول المتغيرات الحقيقية مثلا قلنا نحن انه بيأثر عليهم الكي والال والاي، بس نحن هون بندفع حقهم صح ولا لا؟ ايه صحيح. إيه كيف النقود ما بتأثر؟ ما نحن اساسا اذا الاجر الحقيقي مثلا عم نقيسه بفنجان قهوة، بعدد قصات شعر مثلا، مثل الامثلة اللي كنا اخذينه، نعم، نحن هون عم ندفع حقهم يا دكتور، ما كيف المصاري ما بتأثر؟ انا هون عم اقول انه الاجر الحقيقي للعامل، انه ما يقبضه ما يترد، يعني اللي بيقبضه العامل، الراتب العامل الحقيقي، الاجر الحقيقي للعامل، اوكي، يعني اللي كان راتبه بيسوى 10 كيلو لحمه، اوكي، صار مع تغير السياسه النقديه رح يضل راتبه بيضل يشتري 10 كيلو لحمه، هذا المقصود. يعني الراتب تاع العامل يتأثر بكمية العمل، بحجم رأس المال، وبالتكنولوجيا، ولا يتأثر بالسياسة النقدية. أنا رح أسألكم السؤال وبقلكم، يعني واحد بيقول لي طيب أنت عم تقلنا هيك، طب نحن ليش شو عم يصير فينا بلبنان؟ ما نحن هلا لأنه الدولة عم تطبع مصاري زيادة، الأجر الحقيقي للعامل نزل، دخل رأس المال نزل، دخل رأس المال نزل عنا، لأنه أنا لما عندي شقة عم أجرها ما عادت عم تعطيني مثل الأول، وحتى الإنتاج الكلي عنا بلبنان، الإنتاج الوطني كله نزل. طب كيف عم بتقلي أنه النقود ما لها تأثير؟ ماشي؟ صحيح، هذا وهذا سؤال وجيه جدا. طب أنت شو عم تحكينا هون؟ لكن كل شيء اشتغلناه ما له عازة. لا، اللي اشتغلناه هون صحيح على المدى البعيد، على المدى الطويل. طيب على المدى القصير، سنستنتج أن النقود، رح يخلص الوقت هون، سنستنتج أن النقود قد يكون لها تأثير حقيقي على المدى القصير. بدنا نشوفها بعدين، ما بعرف لم لحق. أي يعني هيدي الماني نيوتراليتي ما بتزبط على المدى القصير، هذا اللي بدنا نشوفه. طيب مبدئيا ليك شو بدنا نعمل الكلاس اللي جايه، بدنا نحله نركز عليه للاعمال. بس شو بدي اقول لكم اي اعمال؟ خليني دكتور فرش. انت كنت عطينا فارق 6 و8. صحيح، ما لحق نعمل اليوم لانه خلص الوقت. اللي بدي اياه منكم الله يخليكم لنشوف هون. اوكي هذا خلصنا. الجمعه الجايه ان شاء الله التنام بنحل هوليك الاعمال. هلا بالفصل الرابع تاع النقود حلوا لنا رقم 2، حلوا رقم 3،
رقم اوكي 2 3 4 5 2 3 4 5 و6 2 3 4 5 6 اوكي برجع بقول لكم الله يخليكم لو سمحتوا اذا سؤال كان صعب ما تقولوا ما بعرفه امسكوا قلم وورقه وجربوا حلوا نمسك قلم ورقه ونجرب نحله لل شو اسمه بس خليني اخذ الحضور لانه ما اخذنا الحضور معه اوكي في حدا عنده سؤال يلا طبعا كنت تضايق يعطيكم الف عافيه جميعا وان شاء الله بنشوفكم يوم بنشوفكم بعد يعطيك العافيه دكتور يعطيك العافيه دكتور الله معكم مع السلامه